أنا قد أذكر يجا إن قوانت له وقبلة ذاك السوتشي حتى وإسكت دين مجر بونتيلان because بونتيلان وحي هيد وقتي 1998 أما كوس قاعد وسياش تيد بونتيلان بيحي الحدود كذي كونستيوش كدستور كوحي القوي ما أنت وحي روح ركبة شراء أصبت وصويرة تي دت كذي وصويرة الحدود كذي وصويرة ما أنت وحي كوس قوانت هاي بري ينقال يو إن مدق قيب كمدة ويا مدق قيب تكمدة وحي القدرة قل مدق بري ينقال وأنوال بجت كمرك الله سينا يا مارتي سنة ك دروت فدرا كسين ما مل قبل دي دوكال بري ينقال بروسيا وحلا قرية معها مرك بنتي لو إنتاس ما أنت دي لا سول يستناق عين إيه حاجة وحنا كم تشريا محل كلا جدا وحنا كلا تشيدا هدي لي دور شو هذا كمان عيسو قبل الله هذا عيسو يعني يا وحنا كده عيسو أو كريه قبل كبري قبل كنقال يا قيبة كم يدا مدرك كريه كده عيسو مرك ما دام أنت أي كذا عيسو هذا ما أورك كرنا سول سناك إيه وبنتي لان ما أورك كرنا الشرعية وحو كقرن إن رول كاسول هل مر أي كولا دعوه كمان عيسو ما أنت مرك أنت اسمع دام أي كذا عين بنتي لان بنتي لان تي أن قاني و 1998 لسه ما منك صدح أوروبا ولا لسه تي ولا الله لها USB SND USSD USB واحد متلس قبل الله سناك بري يسول SND واحد متلس قبل كمل وحو كل هذا يقبل الله SDF وتجينيه ما أنت وحى كهري بنتي لا إستيام إستيام حتى رغم إيرين كار جروب ير ضد خاصة ما يعكوني تشوفه هوس أبا كهري وأنا مدة مرة بسومالي يأنا يقولي هيجي أنه كو إيرين إنه وروح عن ودن شخصي أنا لأنه مرة كل عين إنه وحى أدري هذين يسوي ودن شخصي وحى صباح لين ماشى بالله سما يستوى ما لقو أرسله تجينا لقو دون تنقارن لقو أرسله أنت كبلن أيسن جاري هران أمس سعته قف أنت ماشى صفرت هرو السعودية أنا متشرو مرك بنتلان إن سدى هرت الله فهمه بقى مهم قرمي بلا وقت إنا يكون صقاب أنتو نقال يا بري سدى حقيقة لابد يكون يلحدي قبل كسول وحلقة تاعي على كسومالي لا حدود كي بقول 30 كيلومتر ها إبراسل كذا فوق صقاب أنتو دبا إيه 8 كيلومتر جرو يعادو كصقاب قبل كسول مروا البهرت وحلو أركامل لقوا جرا كامبينك وكحوا ما أرنتاي لا يلاحظوا mid kasto oo yiraahdo waxaan hoggaaminayaa Puntland wuxuu kuleeyahay in aadeena baa lagu baxshay ra'yitaladii baa lagu baxshay hadda Saciidna hadalkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa 25 iyo sool arintaas waa campaign walna adduunka waa la yaqaanaa marka badana Israa'il ka dhacay Falastiin waa la qaraacaa waa la bambeeyaa dhibaato badan baa ka dhacda meesha waa doorasho campaignka ah marka sool waa ka xumahay inay horta noqoto meel campaign مر و لغوصو هذا القاضي يعني الله حسوسن مركب نبض جت إيه مركب وناق جت إيه مركب برواق جت الله حسوسن مركب واحد كسو كابن تلا بدي كل إيه لحدي مركب على كسو ما إلا لقتها جي صار لح إيه طبعا سنة بنتلان واحد كابن تبرق إيه نقال إيه مدو كريه غيب كمله وهاك أما سنت هاي بنتلان dadka hadda aad ku eedeenayso ama magacyada urrada kulli waxa kala jeeda waa qabiil qabiilada degan way tiro badan yihiin qayb kamida professor adiga kamida maxay ku qancayn dad kale waa su'aal cajiib ah waa wax wanaagsan way hadda goboladii ururada aan ku leeyahay USP sool iyo sanad waxay ku qancayn Soomaaliland kamid noqdaan doorasho laga qabtaa waxbarasho laga qabtaa wax walba laga sameeyo mashaariic laga fulinayo khald wuu dhacay عداس وكله واحد تمان أيام بعد ما قرحة كاري لكن أنتاس لحية تمان سر كهر بكتجة واحد سو سهرني أنا جي إس دي إف وكرة ولا جي كم أنا قرعة سين كم أنا قرعة اللي بعد تد أقول إنه واحد تاي واحد نقطة ماشي واحد شخصي مركب مر هدي يبرق إنه قال يمد سو سهرت ماشي أنا جلوا لحية سو سهر أنا جو أم بنجاه نفنتي قبيلهان وحن نريد أن نبدأ يهور مركب وحول بكون أحسن طلقات كوحل وود النور أنكره وحبا إسبدير الدونة دورة شعر الدونة أنت أحبا لك بدير الدونة وأتقارن كرتا حتى أنا قبل كان كسر شيء وحلو قياسة تيري فور بيرسنتيج قبل كم ذك النقال يبرئ إنك يهين بوركي وصدني أفر دقيمة قلت دقيمة حتى أنا قال مدة شوقي ودقيمة أفراد وود ذات كبدن مركل سوهر قال بنتي لانتي هوري و 1998 وحي كهري حتى بانتي وساسو اي تاني وحي كله يهين لابا حب نوت وكريه بارلمان هذا السؤال هدا ادي او كويتي فور اكسامبل انا وحا وحا لقاي بسنني دارو دو كري كوب يلح دن كرسي وحا كهر لي لح هارتي او قبيل هو ساة
وأن لحن يلح ريشونك وقرن كتا يسوي كلام لحن يلح وهرتيه هوسا يدارو لحن يكو ريشونك سوي كلام بدنيها وحن كهان الله بحبه ووحن ذكر ما ووحن معقولة هاي مرك وش على عن كتش وابي وعي مرك بس عالم كله كل ماي ومضيع على كل وسيف فدر على ليفل يومات بنا انتو حلقة يستين لحو قيشن وطميان هوسا أدو قيشن الله مرك عدال الحمد كم يتاعي مرك ساس وين بس ورنتها أدر أنا وحن كوقنا عني إن مركي هري إن واحد هذا دتكو نبض وقاري وهذا اسبدري دوانا بلقاتي وحكم إذا هذا الشرطة عليه وري بأمينه فرشين هلا قبته برلمان كهلا فرو وقدام بين لابد يكون يتدبي توان كي بس على كسر واشرتي جرو ويتكتي صدح بلاد بيفرده عبد ولي على جاس واتشو قام بلقاتي وكيه عبد ولي مركب فرما إن شاء الله دورته وكويري أنا وتركي والله هذلي وين الديدن دت كان حقه دي ومقيه حد لباتي حب حب اللي وتعجب معنا السمين مش أنا يركب بدل متعلمين واجد ويد واحد تجني وايس أباب اللي وحن كنري نبيني هو أدمك إس دي إف باتي أنا وإس دي وسبع ما أسكت درسنا ما أنت بنتي لانتين هذا أنا وحرير ستيت وحلي يحده وإسم ما ملو دور الفدرال كشرع بقول لنا حق بقول لنا كونستيوشن وحقوري حد يوح لوجه الشين وإنا توس دور الفدرال كأوه استكتب لوك هو ظلنا لكن قبل كمودك مركلي راح بقول كيف سديتهم بعد تكلم مودك لا كسكلي ما دقوا قبل وحنا كهلا يا وانا كبنت لا وتحسنت عليه أبسلو ديار رايت وحنا كهلا يا أنا مركز تا وانا كبنت لا هو بنت لا أنت هراء مركل الله فيك شو قبل كمودك أنت قريب تاس بقول كيف سديتهم بعد تكلم لا بس أنا يقعد دي عاد كل مغني قبل هذا بنت لان ما حد لصق كل أنت ما حد سوق بات مغني أنا وهرت وصامري قبل الله أنا وصامري بري واتجي نقول وصامري جرو وصامري الآخر له وصامري قال كأيوم مدن شوري أنت بدك قال كأيوم كل دقة بأوبنا واحد سكوت يعني ضد كأنا فهم سينه وواحد دول نمل أيتها لكن واحد نوم وقتها بجنوب يه بابا مش كأوروري أو كأورو سنتهاي بهالشيء. إيه جروكا. مرك عاد لقيه هرت بنتي لان قبيارد واحد ديري لايفا ما هو واحد قريب ما هدي لي أمانة محمود سلام به تراها كتو كتو كيسته أبسل وعدان وي عبد الله بكسو بلاوتي ود عليه غير كيسة هو بو تبع عيدن بو تبع قالو تبع وكت عدا سوق الله ونحرس عدا موسى سوق سيدوك وحن قرنية عمر خاتك أها ودتك جوتشوك أي شوكين عدا موسى يا عبد الله يسمرك استريرين وأتي عدى بحصدي وأتو تجي داي الرجال أهمر كم دحوينه حقو قري والصومر مي والصوت قالوا قلبتي دم أيوه هالشيء سوى حي صوت قالن بارلمان كجرو محمد عبد الحاش أول بحنت أبا مدحوينه كحجينها محمد هو يا وساس وفي شو حجير ونن كان بارلمان نما وزير نما هاي مش بحق صوت قال وحير ونن كان حلك إسكاله عبد الله هذا كنوا اللي متشوه ووح عدانا عدوي ها وحي النقطة مركي دم بقى عد ونقطة مدحويني كويه ترى هالكاس كبلاو ترى هالكاس كبلاو ما أنت واحد هذا اللي سكوها يستوه وما أنت هذا هو شركة الله قمني وتريه إنه ماشي كسي سؤال تاس معنى هذا ماها إن دور شوف يو يوداني واحد بدله ماها وحكا ما بدله يسوه سيدي أم بيكو سؤال يسوه واه جاك وما زنت هاي دور شذا لفتركي ده أنا هوس وصل دعنا وتن هذا خلاف بقدر الشيء سعيد عبد الله الدني وحل سمي حزبيو قبيلين وحكوا لسنايين سيل اسكوا في جي حزب هبل يو الرضي لسنا مركا اي قبيل كاها انا هورتا وحان هورتا وحبان سمينينا مركا اللي جيه هذا دي هدي انت انو اللو يخلع ما قول يهان ويا اوح سمينو وحي واحد دادك كسوكو اي ماها واحد دقان كي يميد ماها حابا يراتي دادكو وحي دوران ايان مانت يميالي السعودان منا مقاران ايان مركان قي مركان سوى البو إيه كان وويدي ذاك شخص شخص وويدي واحد دورنا اسمه تقام ما يوحي يعني قعدت على السوق قبتي نبى إكينة أديرة أديرة نو أهي وحي يبقى له كارك قال ده كارك هذا الأرسل شيء بقى له قرن قف ورقتي إنت اللي قاعد وإنت هلا جا قاعد والله جا قاعد وحي يعني وقف قف كلا كقاعد أنا يجي وهذا ترى إنه أسوء كشبته ما فهم سنة بدتكم مرك حسب المعينة حتى وحتى وحاسو قصو هري صدح نوع المعذرة ودني ديانو يتبي وصدحن وعثمان محمود وشوفوا وسيس الله وحزبيه ذا كا مستقبل إيو في something like that ووحنا حاسة وحلو مشغول كرا وما بأحلى وصدحن وعلم هذا سبب تهد ودين أولي هي وحال فريا دستورك صدح لأن نبى وش بيكتر كي بحماري وسوي مشكسو بحي حماري لكن وحى أيام درأه
labadii kun iyo toddoba iyo tobankii qabiilka Relax intay yimaadeen ayagoo culimada odayaal oo saddex bilood garow in loo diiday in la furo maanta in la xisbi baa loo furay arrintaas waa quursi weeye waa arrin aan la qaadan karin arrintan xisbiyadu dastuurka inay marka meel ka wada dhacday ahayd in doorashada la wada qabtay ahayd waa fiican tahay in legal council baa la qabanaya waa wax wanaagsan waa horumar runtii waa wax wanaagsan weeye laakiin annagoo kale maanta waxaan asteynay waxaan haysanaa dhammaan agabkii maamulka oo dhan dhammaan waxaan samayntiin barayaashii warqadihii leesamadii hadda waxaan noo maqan blate numberkii iyo bahashii taaragadii ha ku ekaadeen meesha anoo meeshaan ku ekaanayna go-aankaygu saas u egyahay dowladda federaalka waa abiil garayn doonaa haddii alla iyo beesha caalamka laakiin doorasho wax xun maaha in council la doorto wax xun maaha laakiin totally middani doorasho maaha wax la dooranaya maaha tarihii bayna ku socon doontaa waahigaag doorashadan 2020-ka golaha deegaanka la filayo maxaa laga filayaa inay u bilaabato anigu hadda waxaan joogay gaalkacyo dad badan waa laga ceyrsay meesha qaar waa xeradaku ma yaqaani waa confuse bay ku ahaayeen gaalkacyo sidaasoo kale burtinla mara soo maray sidaasoo kale haddii la yidhaahdo degmadii 720 bay leedahay degmooyinka qaar baa kala badan sababta ma naqaano degmo waxaa arkaysaa runtii dadkeedu yaryahay oo dadkeedu badan yahay 720 haysta waxaa kaloo dhibaatada kale meesha ka taaganba waxay tahay si tarihii loo muujiyo loo xoojiyo ma waxaa arkaysaa degmo laga soo qaaday gobolka bari bandarbeelaha waxa lagu soo diray meel layaha karkaar oo layaha gobol oo qabiilkii baa loo sameynaya taraha lahaa mid kale laga qaaday oo mid kale loogu daray macnaha si ummaddii baa la kala qaybsanaya iyo deegaankii arrintaasi waa arrin feedbackeedu uu noqon doono inay qarax ku dhammaato waddankaasina uu burbur ku dhammaan doono sideedana Puntland dhibaatadeedu waxmarkii dhibaatada ka dhacdo dhibaatada Puntland mar ka dhammaato waa dhibaatada markii Soomaaliya ka dhammaatay Soomaaliya waa ka dhammaanaysaa markii Puntland ka dhammaatay dhibaatada waad mahadsan tahay Professor Yuusuf waxaan rabaa waqtiga madaxweyne Saciid dhow yahay shanta sano marka ugu hartay ama taraha ku socda ee doorashada ama asagaha soo laabtay haddii lagu yiraahdo laba sanaad ku sugnay deegaanadaas sidoo kalena aqoonyahan ka soo jeeda gobollada tahay oo xog kuguma seegana qiime oo miisaan saar waxqabadka madaxweyne Saciid haddii lagu yiraahdo maxaad ku qiimeyn lahayd inta sano uu joogo halka adar Saciid Cabdullaahi Tani markuu meesha yimid runtii hadal adag buu ku hadlay hadalka laakiin dadku run uma qaadan qof walba waa laga adkaanaya inuu yiraahdo wax dimuqraadiyada uu muujiyay ma jirtay wariyaashi wuu ka bilaabay kulli waa tay soo firxadeen halkaan iska wada dhiibeen halkaanaan ka diiwaan gelin ar markii u dambeysay waa joog Saciid wuxuu ku badbaaday xasuuqii boosaaso Saciid wuxuu ku badbaaday weerarka uu weeray baarlamaanka dilkii iyo dhiiggii dhoobadaareed buu ku badbaaday Saciid wuxuu ku badbaaday lacagtii ummadda oo malaayiinta iyo billionska ahayd oo doolarka inta loogu bedeshay maanta qashinka sidii loo soo daadshay Saciid wuxuu ku badbaaday dhibaatooyinkii ay ka geystay maamulkiisa intuu hayay guri ceel oo kale dhibaatadii uu ka geystay oo mid caddayn ahayd aan la isweydiinin hubka lacagta wax walba Saciid wuxuu ku badbaaday hadda yaa tolayda uu lascaanood ku hayo Saciid intaasoo dhan waxay ahayd bal waxqabad iska daaya in asaga la qabto le ummadda ka leexo Saciid ummaddan horey ha u socoto marka anigu hadda horumar uu keeni karo dekadii ma hayno waad ogtahay waxyaala maarata loo baahna in asaga la qabto maxkamad lagu soo saaro baa Saciid ku badbaaday waagaag waad mahadsan tahay madana waxaan jirta arrin aad markaa loo hadalhayo oo khilaaf u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda Puntland mana aha khilaafkan mid hadda soo cusboonaaday waxaa la og yahay dowlad kaste oo federaal madaxweynaha jooga iyo ninka jooga Puntland inay isqabtaan inaan u kaadinno Saciid iyo madaxweyne Xasan Puntland iyo federaalka maxay iskula jaanqaadi lahayeen mudane intaad ka aragta inta aan ka baranay study baan sameynay runtii dadka aqoonyahanada gobolada ka soo jeeda oo dhan Puntland laba dhibaato ka taagnay inta ugu badnay inta ugu xoog badnay way badnay laakiin labadaas ugu xoog badnay Puntland dadka xukuma oo hadda aan leenahay oo weliba marka la sii tiraa Maxamuud Sare baan ka leeyahay horta maskaxdoodu 1960 bay ku fakartaa inta badan 1960 aduma cadalan laakiin annaga garanayna 1960 waa arrin adag weeye inaan maarata ummadda anu aan ka ilbaxsanahay ka wanaagsanahay ka horumarsanahay siyaasadda aqaano kacaankii baa dhashay ummaddu waa wada baratay wax kasta miiska la wada fadhiistay big deal maaha waa la isla iloobay wixii arrinta kaloo taagan baa waxay tahay Puntland iyo federaalku isku mar bay dhasheen haddaa fiirisi Puntland
فدارك مالجين ويكو سامي سرنتي لكن مالجين تيلو هدي أهيد إني أبال كيدي أبال سومالي نمي أبال دنمي أبال ودد 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 هدي أهيد دي وي جلس لكن وحان دوار هلا إيهلو مسو عنيسو عارين تشفتي او أهيد بنتلان مايس كريسكوب وانو سامييني وانو كو قياسيني با وحان اوغاني وحبرشاد اسكولاشي بسكوكالي بالمثل waxaad ku aragtay haddii marka ilaad maxamed salaam ku 1500 xabbe qaatay meesha lalkas oo qabiil weyn inta laga 9 xabbe ka qaatay wax ajaayib weey maana wax yaab leh waayay wax barashada buntilan basket scope kan ku ogaanay arintan marka buntilan basket scope wax kale ku ogaanay isla simadka ay la simayaan dastuurka ay qorteen waa in leeyihiin anaga go'aanka iska la aakhirka ma lahaan kartaa federaal weey federaalka adduunku soo u dhisan yahay laba nooc u dhisan waa mid qaadata لا تعلم أن هذا المشروع هو أن يكون هناك أي شيء يقول لك أن هناك 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 dadka maskaxooda ma furin oo umadii kale hatta qarax bay taaganta runtii sida hadda anigu ugu hadlay dadkayga oo kale waxaan gaarnay inaan ashuur qaadano waxaan gaarnay inaan police sameysano waxaan gaarnay inaan ciidamo sameysano waxaan tijaabinay waa guldugub gaalkacyo degmada ugu weyn aan deganahay waa saddex degmo gaalkacyo qayb STF ta iyo qayb baarad kelmadiga iyo qayb anaga ah tijaabadii waa ku guuleysanay hadda marka waxaan rabnaa insha Allah dhawaan in la sameeyo shir weyn lagu dhisaayo in golihiyo dhan umada Soomaalida la isugu yeeray waayahay waa maansan tahay madaxweyne Saciid uu hadlay wuxuu sheegay dawladda dhexe inay weerar ku tahay Puntland madaxweyne Xasan iyo Raisul Hamza wuxuu ku eedeeyay in dimuqraadiyadii ay baabiyeen wuxuu galay tahay goobjoog ahay hadalkaas ay u fasirnaa وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك haddii hadda kribi oo dib loo leeyahay aad u saasaysaa maxamed gani waa wax meesha iman kara deni maxaa ka rabtaa dilli ha dadawad badan ba ka soo baxay that's true exactly laakiin ma ahayn mid laga filayay deni inuu eed dusha uga tuuro xasan waa saaxiibkiis waa ninku soo saaray waa ninku farmaajo uga heliyay waa khasaaraha la soo gaaray saddex sano Puntland waxa ku mashquulsanay sidii loo ridi lahaa farmaajo ha waa ninkii dad ugu sokeeyay عبد الله يسبحك روح السجال سنة وحكم مشغول سنة سياسة دروع في كبيرها مرجع أنت وأرين صوت حنتي وعي وأرين وأرين معركت هنتي لبعت ذي تاجنتها حمسة ورئيس الوزراء وعي وحق بقولي أن رئيس الوزراء نقوله لبعت ذا كري أنو فسر كلامات وحوي أنا جا وحله أنا جا جيه أنا جا وحربه حتى أنا جو وعينه وقصي يا مش دولة ده حلف تركيا ده مدحوينا حسن أيوة حل ليها وحي كشقينا يعني إن قف يجا الله شقين كرا وبوتلان يجا إيجستان الربان سعيد يا تيم كان كرا ترى حلف تيس أي قيب أي كي هنا الكاس مكو ممكن سفر جلين دولة ده حي سمينس طبعا ويس حديث حتى هذا مقر حتى ويس سمين تونتا وين السمين يا دولة إنه واس سمين يا كل كهر إنه واس سمين أسوأ أي كتنه هذا ويس سمين تونتا dowladuhu waxaan ku dhaliilayaa aniga waxa loo baahan in la kala garto qofka meesha xukuma iyo shacabka qofka meesha xukuma kaliya hadii loo yaqaan inuu maamulka yahay tii maaha maamul maaha dadkii wey balmatal markii farmaajo soo kale waxaan aanu ku eedeynayaa kamita dadkii oo wuxuu u qaatay hal qof oo meesha soo fariisay wardani dadka oo dhan mas'uul kama noqon karo dhibaatooyinka ugu geysanayaaba loo jeedaa annaga marka waa inaan hadli karnaa waa inaan iimaan karnaa waa inaan xamdaxtooyo tagi karnaa waa inaan xafiiska xasan tagi karaa waa inaan oran karaa annagu dhibaatadaas aan haysata arrinta mar walba la xusanay waxa weeye soo adiga kuuma aha soo ma haysata xil dhibaano su'aalaha igii ugu hor yimaaday ka mid tahay marka arrinta aadayso xil dhibaano ma haysata ha waa haysa laakiin xil dhibaanadii waxay noqdeen dad soo saartay baa qaarkood noqday waa lagu dhibaatooday runtii anigu waxaan oran lahaa dowladda federaalka ama ha faragelisa kulli way faragelin doontaa bal dadka waa inay noqdaan shacabka priority muhiimadu waa in shacabka noqdaan
dadka aqoon yahay inta dadka wax garan kara waa inta wax laga siiyaa qof loo jeedo in aan dadkii maarto loogu tunto way adag runtii waa dhibaato weyn weyn waa ka qoma san tahay arinta la yiraahdo taraha ee dad fara badan waxa laga yaa inay fahmiin taraha oo ah in la is dhaafsado laba qabiil marna qabiilkan ku fariisto marna qabiilkan kale ku fariisto Puntland ay ku dhaqmeyso goor ma laga bixi doona adiga laga ma bixi doono waxa laga bixi doona marka Puntland cusub la sameeyo dib u heshiisiin la sameeyo annagu xiriir laala nolo yeero SNDUS USB wax kuu hore u sameeyay ama qaar ka tagaan ama inta joogta inta wada fariistaan leeyahay wax cusub ma sameeyna haddii kala soo maaha se u sii socota taraha hadda way sii dhaafi doontaa meel ka sii xun bay geli doontaa taraha marka fahamkiisu taruhu sida caadiga wax dee lagu qolow marko dhaafsi ah waxaa bilaabay Cabdullaahi Yuusuf waa anigii kulahaa madaxweyne ku xigeenkiisa saasuu ku yiri Cabdi Muuse baa ku xigay Cumar Maxamed Cismaan Maxamuud wey waxaa ku xiga marka Ciise Maxamuud baa ku xigay Forola soo galay Forola waxaa ku xigay Cabdiweli baa kaas baa ku xigay ummaddu sidaas u qeyrinaysa waxaa soo galay nin baa isu sharaxay Ilkajiir baa madaxweyne isu sharaxay Wasengeli oo ah markaas waxa ah ra-iisul baarlamaan waa la yaqaanaa madaxweynaha ku xigeenka ra-iisul saasa loo kala qaata Ilkajiir waa is sharaxay waxay kaliftay in Wasengeli uu waayo ra-iisul baarlamaanka si arrintaas loogu adkeeyo marka Charles baa waxa helay walaalkiisa anaga baa la Charles beeshi ku fariistay marka tarahan ma laga bixi doono waxay ku dambeyn doontaa dagaal iyo burbur si marka anagu aan uga fogaano last 2 years waxaan ka fakareynay inaan safe ka ahaano waxayaga urursano maamulkayaga samaysano dowladda federaalkaana toos aan u hoos tagno sharciin xaqna waa u leenahay haddii wax lagu heshiin waayo dowladda federaalka sida gedo kale in maaragta aan waayahay waa soo gabagabeynna laas caanood arrinteedu mudane dagaalaan muddo ka soconayay Soomaaliland waa tii hadallada kala duwan ay ka soo yeedheen Siciin Cabdullaahi Diinina maalin dhaweyd wuxuu yidhi cidna kagama gabanayno laas caanood arrinteedu iyada laftirkeeda xagga ku dambeynaysa horta niyuhu aad iyo aad baan uga xumahay laas caano kale ayaan dhahayna sool iyo sanaad runtii aad iyo aad baan uga xumahay anagu ma rabo in wiil dambe naga dhinto talana waa ka soo jeedin lahaa tol baa nahay qarsi maaha Somaliland waxa weeye ganacsi baa naga dhexeeya dadnimaa naga dhexaysa waxa weeye waa dadan sharaf badan isu hayno macnaheedu maaha in maaragtay qolana ay qolada kale maaragtay looga helinayo maaha laakiin waxaa loo baahan yahay inaan wiil dambe naga dhiman wada hadal lagu soo dhameeyo la soo fariisto durbaankan uu tumayo garowa laga tumayo magaca ha lagu tumo magaca qabiil ama harti ha la yiraahdo in la joojiyo arrintaas waxay u keentay dhibaato reer Sool run marka loo hadlo waxaad arkaysaa in dadkii kala daalo iska riixeen in arrintii lagu kali yeelay maanta laas cad dhibaato badan bay ku qabtaa runtii waxaa ka bilowday dil far badan baa ka bilowday kii hore ka badnaa haddana waxaan ognahay Siciid Cabdullaahi Diini inuu ku yiri ama calanka Puntland ka taaga ama dhaqaalaha ciidanka waa idinka goosanayna ilaa heer uu doonayo inuu la hadlo dowladda federaalka uu ku yiraahdo ma aqoonsan kartaa cadow aan ayaga ahayna markii horena uguma horeyn haddana cadowgiiba si fiican gacantii faraha ula galay Somaliland 16 sano waxay iska jireen tabashu laakiin runtii dhibaato ma aragtay xadkaal eegay dhibashada intaa la eegay waa laga baaqsan karay haddana waxaan ugu baaqayaa in arrintaas la joojiyo investigation badan la sameeyo beesha caalamkana la dhageysto si caqliya caqliguna noo shaqeeyo annagu runtii muddo badan hadda waan ka wada hadlaynay qolyahayga xiriir laanahayd labadooda tolfayoobay noo yihiin inaan wafdi dirno la hadalo labada dhinacba soo booqano anugu insha allah waana tegi doonaa hargeysa weli hadda ugu jirta wahgaag waxaan u mahadcelinayaa mudane Professor Yuusuf Maxamed Warsame Saracad oo aqoonyahan Soomaaliyeed ah oo marka nala falanqeynaya arrimaha Puntland doorashada marka ka qabsoomi doonta khilaafka dowladda dhexe iyo waliba Puntland oo marka professorku ku sheegay in ay Puntland tii asalka ahayn oo qaybaha kala duwan ay ku go'day aad baan ku mahadcelinayaa aad baan ku faraxsan thank you so much anigoo Cali Cumar ayaa barnaamijka idin soo saaray Maxamed Amin Atoriyare ayaa farsameynayay annagoo isku duuban waxaan idin kaga tagay nabadgelyo